بيبيعوا بغرض عايز يتجوز عياله. حلو الكلام. اذا في النهايه هو هذه عمليه تهدف للحصول على ربح معين او مكسب معين. تمام. بس انت انا حر. تمام. انا شقيت في البيت ده. هذه عمليه تجاريه. ايوه انا شقيت في البيت ده. أنا عندنا اهالينا على فكره في كل حته. أنا بيسافر واكتر حاجه بيعملها البيت. انا على فكره بس انا في نقطه عايز يعني اوصلها لحضرتك. تمام. ان ما ابسط ان احنا نقول اعفاءات 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 اعفاءات. هي الفكره دائما النقطة اللي بنتعرض ليها يمكن حاجة من اللي أنا شكيت فيها حتى خلال يعني أو تحدثت فيها بلوم لأحد الوزارات في الفترة اللي فاتت في لقاءات الحكومة فكرة التعديل التشريعي. أن في قانون مثلا تعدل 9 مرات، ليه تعدل 9 مرات؟ لأنه لم يوضع بشكل مناسب للمرحلة، فكل فترة بيضطر يعدل في رسوم معينة أو يعدل، لأن هذه الرسوم لا تفي بمتطلبات تطوير منظومة معينة. نعم. فبالتالي أنا لما بضع رؤية، الرؤية دي ما بضعش قانون هعدله بكرة أو هعدله بعد بكرة. نعم. أنا بضع رؤية لقانون سيكفي لتطوير منظومة معينة. يقعد معايا 50-60 سنة. ده بالظبط القانون لسه هتطبقه فالناس يعني ما انبسطتش. ده بالظبط المقصد التشريعي للموضوع. وده النقطة بقى اللي حضرتك بتقولها. هو المقترح ده احنا ما قدمناهوش من فراغ. يعني المقترح ده قدمناه بعد دراسة كل ردود الأفعال تقريبا استطعنا أن نصل بها إلى الحل الذي نرضي به أكبر عدد من الأطراف. ما هي الحل اللي نرضي أكبر؟ فكرة المرافق لا، تأجيلها لحين الوصول لإجراءات معينه نستطيع ان احنا نيسر بها على المواطنين. ليه انا اربط المرافق باجراء زي ده؟ يعني انا ملزم من البلد، ملزم من بلدي انها توفر لي ميه، توفر لي كهرباء، وتوفر لي حياه كريمه اللي هي بتتعمل وعامله رد فعل قوي جدا في كل حته، وحضرتك عارف طبعا عندنا كمان طبعًا في الصعيد. اكيد طبعا. ليه اربط ده ان لو ما عملتش يعني مساله الربط ما بين يا تعمل يا اما؟ ليه؟ لان أصفرت التجربة خلال الفترة اللي فاتت حتى في تطبيق قوانين كثيرة جدا التي بتنص على فكرة ضبط المباني المخالفة وإلى غير ذلك. تمام. أن عملية عدم التسجيل، ما هو لازم أنت تخلي الطرفين حريصين على تسجيل هذه العقار. أن عملية عدم التسجيل، تعال أقول لي كم قضية في المحاكم نتيجة أن مواطن اشترى شقة مخالفة جات لها إزالة ومش قادر ياخد حقه من البائع اللي مشى. تمام. كلنا ضد المخالفات ومن بدري. يعني فكرة بقى انك تنظم هذه المنظومة. طالما انك انت قلت ان المرافق غير مربوطة. تمام. مش كتير جدا اللي هيبقى حريص انه يسجل. مش كتير جدا. لا هو يسجل عشان نفسه وعشان ولاده وعشان يعني احنا بقى عايزين ربنا يدي الجميع العمر يا رب. عايزين نوصل ان نقنن هذه الداتا العقارية في مصر كلها، ان يبقى كل عقار في مصر او كل عين في مصر لها ملفها الخاص. الناس على فكره مش رافضه، الناس مستكتره مش رافض. الناس عايزه بس دي كبير. دي بقى المنطلق التشريعي اللي احنا تقدمنا بيه فكره المقترح، ان الناس فعلا عندها قبول لفلسفه القانون. وانها عندها تحفظات على 1-2-3. صح. تمام. فكره التحفظ الاول، فكره المرافق اللي سيادتك بتقول لا تعال ناجلها الحين دراستها مرة أخرى، لأن طبعا أنا ما عنديش رفاهية أن دلوقتي أضع تشريع جديد، فأنا بقدم تعديل تشريعي خاصة الوقت ضيع على تطبيق القانون. وهو 6 مارس، فكان فكرة التأجيل هو المقترح الأكثر واقعية ومنطقية أن أنا أقدر أتحرك فيه. ثم نيجي لفكرة تانية، فكرة الضريبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية. بصرف النظر عن هذه الضريبة لا تسري على القرى ولا تسري على أماكن كثير جدا من المجتمعات العمرانية، فبالتالي برضه محتاجة دراسة، محتاجة دراسة في فكرة إيه؟ لا إذا كان هذا المبلغ سيكون عبئا على المشتري الذي هدفه في النهاية هو حريص أكثر من البائع أن يسجل هذا العقار، نكتفي بدفع جدية والتي تستطيع أن هي تكون دليل على حسن نية الطرفين أن هم يسجلوا العقار، ثم نقسط الباقي بشكل لا يمثل عبئا على المواطن. ليه صحينا فجأة يلا يا جماعة ليه؟ يعني ما هو الموضوع ده 2005 واتعمل تعديل أيام الإخوان 2013، واتعمل تعديل في شهر 8 اللي فات اللي هو عشان ابدا اطبق في شهر مارس يوم 6 مارس. ليه الدنيا دلوقتي عمل الدوشه دي؟ طيب يعني هي ما كانش ينفع ناجل شويه؟ كورونا وكورونا وكورونا. طيب مش هقول حاجه تانية، تعال ناجل كل موضوع. هنوصل في النهايه ان احنا بنؤجل المشاكل حتى تنفجر هذه المشاكل. هقول لك حاجه. في قوانين كثيره جدا بنعتبرها افخاخ او كمائن ان حد يتحرك فيها. لا احنا حريصين ان احنا نفتح كل الملفات، لان الفكره
انت انا ما بقول لك قانون 186 لسنه 2020 التعديل لقانون 114 لسنه 46 يعني تخيل ان احنا بنتعامل حتى الان بقوانين نصت في الاربعينات والخمسينات. نعم. اي قانون على فكره عند تطبيقه هو قانون وثيقه بتشرع تطبيقا للسياسه العامه للحكومه اللي اول ما قصدها الرضا العام للمواطن. اي قانون في مجموعه مستفيدين من الوضع القائم وفي مجموعه ستستفيد بعد تطبيق القانون. تمام. نفس القضيه الجدليه اللي احنا بنتكلم فيها في فكره دعم التوميم مثلا. هذه قضيه جدليه بنتكلم فيها. نعم. تقليل عدد واعاده فحص البطاقات التموين، في ناس هتضطر انها ستخرج من بطاقات التموين.